العهد قريب أيها الإخوة، الزوجة كانت تختار لك، شيء لا يصدق. العهد قريب، آباؤنا أمهاتنا يحدثون، ومنهم من تم اقترانه بشريك حياته على هذا النحو. تختار له الزوجة لا يراها إلا ليلة يبني بها بعد ما تقع الفاس في الرأس. وش الفايدة؟ إيش الفايدة من هذه الرؤية؟ ممنوع عليه وهو خطيب أن يراها. هذا قبل 60-70 سنة في بلاد العرب، ممنوع يا إخواني. الأم ترى، الأخت ترى، العمة، ويصفونها. أليس يكفي يا أخي هذا؟ هي معرض بنت الناس؟ طب وين الدين؟ أنظرت إليها فإن فيها، قال لك دين إيه؟ هذا غطي عليه مبني الحين، هذا محمد هنا يسكت الآن. عادات وتقاليد، تقاليد المجتمع العروبي البدوي عجيب. إيه يختار لك حتى زوجتك ولا تراها إلا ساعة تدخل عليها للبناء بها. وطبعا زي البطيخات، حمراء بيضة قرعة، الله أعلم حظك يا ابو الحظوظ. ها، والقدر خلاف الظنون كما يقال، والقدر خلاف الظنون.